كبير، لا تخاف، لا تضحك، لا تخاف، سرك كبير. ما بين الجيران أسرار، والعلمك شعبان أنسب من يحفظ الأسرار. أقول لك شعبان من غير لف ودوران، خلصني. أكفش، أنا قريت أمس خبر في الجريدة. واحد طلق زوجته عشان شخيرها عالي، والثاني طالب الطلاق لأنه زوجها شحيح وبخيل ونكدي، عنده سيارة مشكوك في أمرها. أفا عليك أبو حمدان، تضربني في رمضان؟ الله يسامحك. يعني سيارتك ولا؟ يا أبو حمدان أنا ريحك، السيارة هذه سيارة الجار اللي كان قبلك، والحقيقة هو اشتراها وما لحق يتهنى بها وصدم فيها وقال لي خدها هدية، وأنا في الحقيقة رفضت وهو ألح، وأنا رفضت وهو ألح، وأنا رفضت، وفي الأخير يعني أنا انجبرت إني أخدها. يعني استغلال مواقف. عادي 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 عادي، تحصل هي من يوم ما اخذتها من صاحبنا وهي بتحصل معك كذا عادي. لا باين باين الجاري باين من عنوانه، سيارتك باينه من عنوانها، وعلى فكره وصلنا العنوان. شغل البيت طبعا، اذا امك الله يهديها من صباح رب العالمين من الجاره دي للجاره دي، وتاخد حاجه من دي وحاجه من دي. انتوا ما عندكم تلفزيون؟ ما اعرف اتفرج مع اخواتي. الله يجيبك يا ابويا. الو، نعم بتفرج على التلفزيون. صدقني ابويا لسه ما جاء. اسالها
بتقول طبعا. أنا قلت كده يا كذابة وسكتتي. خلاص السكوت يعني إيوة. ربي خلي عندك شوية ذوق، يمكن أبوي يتصل. واه كده يا حنان. أيوة أيوة يا خالة، معلش أصلي مستني تليفون من أبويا. نعم فينو؟ علم علمك يا خالة، مع السلامة. زعلتي؟ أبدا. ليتك زعلتي. تعال الحق شوف التلفزيون. ادخل هنا هدوء ولا احد يجعزك. على قول المثل البيت بيت ابونا والناس يزحمونا. بصراحة ابو حمدان انا تعبت وجعت. انا نفسي افهم حاجة براسك الكبيرة هذه، فين تودي الاكل؟ يا حبيبي السعرات الحرارية عنده صغيرة زيه تنحرق على طول. شوف يا ابو حمدان اذا ما حصلنا الليموزين والمظروف انا مهمتي انتهت، ما عاد لي شغل فيك نهائيا. خدمتك خدمة العمر، شغل وشغلتك، توصل للإهمال سكيوز مي لفولتري ليه؟ أفا أفا عليك بس يا شعبان، كده من أول يوم، من أول يوم وأول ظرف قابلني تسوي فيها كده. أفا يا أبوي أنا ما علي خلق في التحقيقات واللازم منه، بعدين هذه فلوس ناس وأمانة. قوم يا أخي شوف لنا سندوتشات ناكلها من هنا ولا من هنا. أبو حمدان شيلهم قدام الصغير ده ترى طفشني. يا أبوي هذا كأنه يدور على إبرة في بحر، يمكن صاحب الليموزين أخذ الفلوس مرص. أعوذ بالله أعوذ بالله من تفكيرك ومن راسك الكبير اللي ما فيها شيء. يا أخي هذه أمانة أمانة ورمضان كريم. أبو حمدان أقول لك قوم دحين علينا بالخير، وبكرة إن شاء الله بإذن الله تلاقيه هنا إن شاء الله بإذن الله. وبعدين خلاص إحنا في رمضان شهر الخير والغفران، وبلدنا الحمد لله بلد أمان ما يضيع فيها شيء. قوم 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 علينا بخير. أقول لك بلا قوم بلا بطيخ، خلينا نشوف لنا سندوتشات كده ولا نشوف لنا سحور. عندي فكرة، إيش رأيكم نشوف لنا سحور كده جاهز، واحد كده مندي على كيفك كده صح؟ مندي على كيفك كده جاهز. اللهم الاعتراض. إيش بك يا أبوي؟ إيش بك يا فرحان؟ طلبت الوظيفة طلبت الوظيفة أنا على الله يا أبوي. الله يكون في عونك. يلا يا فاطمة يا بنتي قومي يلا. يلا بنتي يلا يلا نمشي. والسحور يا أبويا العوض على الله، نشوف أمك يمكن تكون تصرفت. أمي قالت أنت تتصرف. أصل عمك أبو حمدان ما جاب معه سحور، رغم إني تحايلت عليه طول الطريق ما رضي. أقول له ما يصير الأولاد يناموا من غير سحور، فرحان وحنان وفاطمة زي بنته ما رضي. قل لي ليه؟ ولا يهمك يا عم شعبان، بيت أبويا طول عمره مفتوح علشان خاطرك يا حنان. شوف لو ما حنان تحايلت علي وألحت وأصرت لكان لي كلام معك تاني يا أبو حمدان. قل لي ليه؟ أنا ما أقول إيه، حسبي الله ونعم الوكيل. هاشم جاء ولا لسه؟ من بدري. وزال يطلبك 5 مرات. أقول عنده ضيف من الشرطة. أنا عارف. الله أعلم. حمدان توكل على الله أبويا، لا تخاف إلا من الله. والله والنعم بالله والنعم بالله يا فرحان أخويا. شوف سماعتين وصير راديو ما باقي عليه ولا شيء، على طول نشرت الخبر على طول سريع صرفته. يا اخي طب استنى شويه، وقبل اصحاب واصدقاء وجيران وما ادري ايش شكله، اي طلعت ولا شيء. يعرفوا مني احسن من انهم يعرفوا من احد غيري. ليه؟ قل لي ليه؟ اقول لك تراك امتحنت انت بالمدينه محط على راسك. شكرا يا اخوي محمد وما قصرت وماجور ان شاء الله. معلش احنا ما نقدر نضيفك بتعرف رمضان كريم، لكن وعد منك بزياره لينا بعد رمضان ان شاء الله ونضيفك احسن ضيافه. الله يكرمك يا ابو هاشم يا اخويا، طال عمرك خيرك سابق وانا ما قمت غير بالواجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
يا ابو حمدان قلقتنا عليك، ايش بك خير؟ الله ايش بك كده، ما انت على بعضك؟ اصلا عم ابو هاشم ابو حمدان اللي اخره موضوع كده وهو جاي يكلمك فيه، بس خايف انك تزعل خصوصا انه جديد في العمل وهذه اول مهمه بالنسبه لي. اكيد هذا فرحان، اسمه فرحان. الله يحييك، تفضل تفضل، استريح يا ابو حمدان، استريح يا ابو. لا 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 ابو هاشم، ابو هاشم حط حديد فيه. حديد حديد ايه يا راجل، الله يهديك، تفضل استريح، استريح يا فرحان يا ولدي. ابو حمدان، ابو حمدان ايه، خلاص انت قمت تضيع. ابو هاشم انا بصراحه ما استحق العطف هذا كله، مرة ما استحقه منك، القلوب الطيبة هذه والأخلاق الطيبة هذه أنا ما استحقها منك، وأنا آسف، آسف اللي ضيعت فلوسك وصار مني كل اللي صار. يا أبو حمدان الله يهديك، إيش اللي بتسويه ده؟ أستريح، أنا فاهم كل شيء وعارف كل شيء. هذا وأنت عارف وأنت داري وبتتعامل معي بالطيبة هذه. الله يستر عليك، الله يستر عليك، والله انك كريم، اي والله انك كريم. شوف يا ابو هاشم، انا مستعد اشتغل عندك عمري كله، شوف عمري كله، واسدد لك بس بالتقسيط كل شهر 50 ريال، ما عندي. ما هو انت لو جلست واستهديت بالله حفهمك كل شيء. يا عم ابو هاشم انت ما انت فاهم الموضوع. اقول لك انا فاهم كل شيء، فاهم كل شيء. استريح استريح بس. ما شاء الله تبارك الله، اخوك هذا ما شاء الله ولد مشرف وخلوق. طال عمرك ما يضيع وقته في اي شيء، قرايه وكتب بس، يعني من باب العلم للجميع، اصل مثقف ما شاء الله. وفي اي سنه؟ انا الحمد لله خلصت المتوسط. وايش مستواك العلمي؟ يعني اتعدى الثالث او الرابع على المدرسه الحين. اوه ما شاء الله تبارك الله، على كده انت لازم تيجي عند البيت عشان الاولاد يتعرفوا عليك، انت قدوه ومثال جيد للشباب الواعي والمثقف. طيب انا استاذنك يا استاذ ابو هاشم. الله يحييك، الله يحييك. بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنكم، بس يعني احنا رايحين السجن كده نودي فرحان البيت. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. سجن ايه يا ابو حمدان؟ سجن ايه؟ هذا الاخ محمد مدير شركة الليموزين جاي يسلمني الشنطة والظرف اللي نسيته في السيارة. ايش؟ الله اكبر، الله اكبر، يعني لقيت المظروف؟ الحمد لله، الحمد لله. والفلوس كلها مظبوطة والحمد لله. احنا بلدنا بلد الامان يا ابو حمدان، وهذا اللي يميزنا عن جميع دول العالم، والحمد لله احنا بلدنا بلد الايمان والعقيده والاسلام. الله اكبر، الله اكبر، يعني الاستاذ محمد اللي كان هنا ده ما هو من الشرطه؟ هذا مدير شركه الليمونين زين. الحمد لله، الحمد لله. اللي حصل معاك يا ابو حمدان بيحصل مع كثير من الناس، انا شخصيا نسيت شنطه فيها 100,000 ريال في سياره ورجعت لي هنا لغايه عندي. وطبعا الاستاذ محمد برضه لما نعرف الموضوع جاب لي الشنطه هنا لما سلمه هي سواق الليموزين. يعني المظروف سليم والفلوس كامله وكل شيء تمام. الحمد لله، الحمد لله. الله يعزك يا بلد، الله يعزك يا بلد ويديم فضلك علينا بالامن والامان. اقول يا ابو هاشم يعني معليش، يا ريت تشوف لي شغله غير هذه. بالعكس انا رايح اعينك مدير قسم التحصيل، تعرف ليه؟ قلت لي ليه؟ لأنك حصلت على مبلغ 50,000 ريال من شركة كنا بنعتبر دينها معدوم 3 سنوات وإحنا بنطارد وراها عشان نحصل الدين، وإنت ما شاء الله تبارك الله من أول يوم خرجت فيه حصلت على مبلغ، وعشان كده أنا رايح أعينك مدير قسم التحصيل. شكرا شكرا يا أبو هاشم، وصدقني حتى أنا كمان نفسي أخدم الشركة بأي طريقة، بس في حاجة بسيطة كده يعني هي مشكلة بس ما هي عويصة إن شاء الله. شركة النشاط والهمة الأستاذ شعلان وقع الفاتورة بس ما دفع نقدي. ما عليك يا أبو حمدان، أنا أتصل بالشركة وأتصرف، تفضل. طيب أنا أذنك يا أبو. مع السلامة. ألو شركة النشاط والهمة، لو سمحت أديني مديرك. أنا نفسي أعرف إيش صار معاه في التحقيق. قولوا لي ليه؟ أنت عشان تبيه يتدبس يدخل السجن. أبغى أرتاح. أجل ليه جبته من أساسه وشغلته هنا معانا؟ عشان يسوي اللي ما قدرت تسويه. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. أعوذ بالله. ألعب. حسود، حسد في رمضان؟ حقد وفي رمضان؟
مع انك يا اخي ماكل من اكله وشارب من شربه 24 ساعة على سفرته. العب هلا. بشر انت حتدخل السجن، حكموا عليك ولا لا؟ انا متأثر عشانك ابو حمدان، انت واولادك. اقول لك ادور لك على شغلك، عندك سابقة. شوف يا صديقي، ايه حيكون لك وحشة والفرقة صعبة. ليه؟ قلت ليه؟ هي 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 تراك طفشت انت. ليه؟ قلت لي قل لك قل لك اقول لك خذ المنديل ده حطه على راسك. اقول لك حمدان، انا رايح البيت حنان لوحدها، بالمرة امر على السوبر ماركت بشيء. الله معك. الله يحفظك. خليك معي هنا. انا اقول لك ليه؟ لانك ولا بلاش حتجرح صيامي. لا 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 طالع نفخ صدرك، ولكن همك شيء. متعرف ايش اللي حصل؟ ايش اللي حصل؟ انا حلمك يا جماعه. لا حصل، خليني بس افهم. افهمك يا اخوي. فهم اللي حصل انكم انتوا ناس ما عندكم ضمير. أوف. ما عندكم اخلاق يا رجل، واخدين العمل ده كله كده لعب وبهله لو كان فاضي. الله الله رجعت ريما لعادتها القديمة، ترك شعبان ولف علينا. يا حبيبي احنا خايفين عليك، صدقني. يا جماعة خلونا نفهم. يا ابوي حكموا عليك ولا ايش اللي صار؟ ريحني. ريح يا ابو حمدان، ريح شعبان يا ابو حمدان ولا راح يطق علينا. اصله لو ما عرف شعبان بالموضوع رايح يطق ويروح فيها. حتدخل السجن ولا لا؟ تبغى تعرف مين اللي يدخل السجن يا استاذ شعبان؟ وانت كمان يا استاذ حسين، وانت يا استاذ حسونه، اللي يدخل السجن المفروض السنتكم. انا اقول فرحان اخويا ما استحق السجن غير اللسان. يا ابوي انا راح اطلع، خلاص وصلت معايا. انا خلاص تتكلم تتصرف ترى، ها وصلت معايا. عندك الموضوع تحول للشرطه؟ تبغى تسمع انتوا؟ ايه خبر هام. هات اللي عندك. تم تعييني مدير قسم التحصيلات. نعم. وانا احصد الذي جنيته. هذا ما جنته يداك يا شعبان. يعني من اليوم وطالع يا حبايبي انتوا اللي بتضحكوا وانت اللي واقف هنا بس. بس من اليوم وطالع ما في غير عمل. عمل عمل لا ما عمل 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 طيب عمل وبس. عمل وايه؟ عمل وايه؟ بس لعبتي بس. في احد عنده اعتراض؟ ابدا. هذا الكلام تاكل غيرها كما تدين وتدان. هذه آخرة الحسد والحق وجع. تصدق شيء يقهر، جيطر غلب على الكل. بيدك لا بيد عمرو. تستاهل. خلاص كفاية، كل واحد يجيب شغله. هذا كان زمان لما كنت المدير. ما زلت المدير، فاهم ولا لا؟ ما زلت المدير. وابو حمدان ده حتى ما هو في مستواي العلمي. بس صريح وامين. والفلوس اللي ضيعها جديد في العمل، بكره يتعلم. بس انا متعلم احسن منه وخبرتي احسن منه. المهم انه يشجعنا وينصحنا ويساعدنا على الاهمال. مو زيك تغمض عينك عشان مصلحتك. ما شاء الله حولكم وحواليكم، دحين صار هو الناصح وانا المهمل.
انا اللي اغمض عيني عشان مصلحتي. نسيتوا نفسكم وانتوا تحشوا بالناس، نسيتوا نفسكم وانتوا طول الوقت في المكتب لازم تالفوا روايات وحكايات. واحنا تعلمنا الاسلوب ده من فين؟ منك طبعا. بس صدقوني انا ما حسكت له، وحيعرف ابو حمدان الوجه الاخر لشعبان، بس يصدر القرار ويصير لكل حادث حديث. خد يا ابو حمدان هذه الورقه وديها الطبع، وبعدين ان شاء الله لما تجيبها اوقع لك اياها. تفضل. اشوفك ما انت مبسوط. يعني طال عمرك انا بصراحه كذا اشوف في ناس حق مني بهذه. يعني انا شايف مثلا شعبان، شعبان لا قلت له وقلت لك انا بصراحه انا اشوف هو حق مني لانه راجل متعلم. يا ابو حمدان يا ابو حمدان انا هنا صاحب الشركه وانا اللي اقرر. وبعدين العلم، العلم هو في الكتب، العلم في الحياة، في المعرفة، العلم في العقل، العلم في الصبر والأمانة. بعدين أنا إيش أبغى أكثر من موظف يروح يستلم ويجيب؟ ما أبغى غير واحد يستلم ويعرف كم باقي وكم أخذ. طيب طيب معلش طال عمرك أنا عندي اقتراح. تفضل. يعني لو تأجل موضوع القرار هذا شوية بس يمكن تراجع. أبدا، القرار يعمم للجميع. اللي تشوفه اللي تشوفه طال عمرك، بس انا افضل موظف زي ما انا. لا تقول لي امر ولا تقول لي مش عارف ايه، انا مالي شغل، ابغى اكون موظف تحصيل وخلاص. ماشي ماشي، لك كل الصلاحيات واللي تشوفه مناسب ما عندي معنى. جزاك الله خير. تفضل. وهذا خطاب ثاني. خطاب ايش ده كمان؟ هذا يا ابو حمدان توديه عشان تستلم السياره الجديده. احنا داخلين على عيد ونبغى نلم اكبر عدد من الكمبيالات، عندنا موظفين يبغوا رواتب. بس طال عمرك هذا كثير كثير طال عمرك والله. وبعدين في سيارتي انا. سيارتك لسه بتقول لي سيارتك؟ يا اخي دي ارميها في التشليح، خرده دي. روح روح وقع القرار، اطبع القرار وتعالي. روح يلا مع السلامه. اللي تشوفه طال عمرك. السلام عليكم. فعلا الرجال معادن. السلام عليكم. السلام. بالله شوف المعامل هذه يا اخوي، الله يسلمك. هذا يعني حسون. فين حسون؟ حسون يا ابو الحبايب على يمينك. طيب لفينا يمين. كمان يمين. لفينا يمين. لفيت يمين؟ كمان يمين. لفينا كمان يمين. واجهتني؟ واجهتك حبيبي. الله يحييك. الله يحييك. هو على يساري. على يساري؟ شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالله شوف المعامل هذا الاخوي، الله يسلمك. تراني تعبت والله. بس بس خلاص 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 مكتبكم هذا. بس يا ابوي بس. وانا صايم تعبان. طيب الحلال. يا ابوي هذا عند حسين. فين حسين هذا؟ حسين؟ فين؟ لف يسار. طيب لفينا يسار. طيب كمان لف يسار. لفينا يسار. هم بعد يسار. لفينا يسار. ترجع يدك اليمين. طيب شكرا. تفضل يا اخوي حسون. أنا حسين يا حبيبي. تفضل يا أخوي حسين، والله من كثر الصيام تعبان. أركتموني والله. طيب إيش تبغى الحين؟ شوف لي المعامل هذا الله يسلمك يا أخي. أي معامل؟ تكسب فيه أجر. أنت جيت قبل شوي هنا؟ أيوه جيتك. مو أنت اللي أرسلتك على حسون؟ رحت لحسون. مشيت على نفس المشوار؟ نفس المشوار كله. قال لي روح عند حسين. يمين في يمين. يمين في يمين. ولقيته على يسارك؟ لقيته على يساري. طيب اسمع. سم. قول له يقول لك حسين يا حسونة مشي المعاملة لا يجي يسوي لك مشكلة. ابشر علي. يا اخوي حسون. يا اخوي حسون. يقول لك الاخ حسين مشي المعاملة الله يسلمك. انت جراني والله تعبت. وانا انسان صايم اكسب فيه اجر. انت جيت بشوي؟ جيت قدام شوي. مسك حسين. ارسلني حسين. يا ابوي رحت لحسين قل له المعاملة ذي عندك يا حسين. يلا. اللهم انصر. فاضيين احنا. تفضل يا اخوي حسين. ما ورانا غير الشغله هذه. وين مديركم هذا؟ انت وين؟ انت وانت كمان؟ ايوه مديركم هذا. اسمع اسمع، وين مديركم هذا؟ انت تدري ان الاعتداء على الموظف اثناء العمل؟ وين مديركم هذا؟ لا أنا الحمد لله. نعم؟
اهو مشغوله من الصبح. هذه عشي مره ارتب فيها الشقه، واولادك ما قصروا. نعم اسيب اللي في يدي واجي ارجع معاكي شويه. ليه هو انت فاضيه؟ طيب ايش بصل؟ لا ما عندنا. كمان دجاج؟ ما في. ليه اولادك شافوا فرحان جايب مقاد وخضار؟ حاضر هترسليها طحين؟ حاضر مع السلامه. اللهم اني صايمه. يا شويه تلفون شويه الباب. يا حنان حقي لله. نعم ايش تبغي؟ ليش ما فتحت الباب على طول؟ لازم تدخل كلمه بالباب. ايوه لازم عشان جالسه لوحدي انا وفرحان، فهمتي؟ لا احسن. هيا ايش تبغي؟ ما ابغى شيء. اجل ليه جيتي؟ جيت عشان اصير صايمه معاكي. اقول حنان انا هروح لابو حمدان، سيب المرة أصلي وأجي معاه من الشغل، أوكي؟ سلي نفسك معاها. اسمع يا فاطمة، أنا مالي فاضيت لك، مشغولة في تنظيف البيت، روحي أمك تبغاكي. أمي ما تبغاني. أنا سمعتها تنادي عليكي. أنا يا أختي ما أسمعها. إيش تبغي يا فاطمة؟ أقول لك وما تقولي لأحد. قولي، ما حقول لأحد، هيا خلصيني. أنا أبغى آكل. انت فاطرة يا فاطمة؟ انا كنت حاسة كده من الصبح. لا اصوم قدام امي وابويا بس. يعني تخافي من ابوك وامك وما تخافي من ربك؟ يخص عليكي فاطرة وكذابة كمان. اصلا ما حد يشوفنا بيني وبينك. اقول لك ما تقولي لاحد، انا جعانة. ربك شايفك يا فاطرة. امشي ولا اجيب المكنسة من جوا واكسرها على دماغك؟ طيب يلا اكسريها على دماغي، قام دماغي تخدم. لما يجي ابويا راح تشتكي له وتقول لك انك ضربتني بالمكنسه، اكون انا اكلت وشربت وخلاص ونرجع اصحاب وكل يوم نسوي هذه الحكايه، ايه رايك؟ انا لا حضرك ولا راح اسوي لك شيء، انا مالي فضيت لك يا فاطمه، اقصد يا فاطره يا كذابه. كده؟ طيب انا زعلانه منك وما حكلمك. احسن. مع السلامة في الباب اللي يودي. يا ساتر يا رب يا رب سامحها، بنت شهر صغيرة. اللهم اني صايمة. السلام عليك. عليكم السلام. ايش الاخبار اليوم؟ خير اللهم اجعله خير. فرحان. اسمي فرحان. المرة دي أنا بقرأ بفلوسي. ممكن أتكلم؟ أتكلم. تفضل. لا من فين؟ من جبهتك زي الناس، من فمك. ما فهمتني. ممكن أتكلم بالتلفون؟ تفضل. شكرا. مين معايا؟ الو هلا حسونه، ايش اخبارك؟ الله يسلمك. انا تمام الحمد لله. الله اقول لك اخلص الدين ابو حمدان. هلا صوتك تردني. كيفك ابو حمدان؟ ايش اخبارك؟ ايوه انا موجود. حياك.
اقول لك انا تحت عند الشركه عند باب الشركه تلقاني. خلاص ايوه ايوه خلاص علم. مع السلامه. اقول لك طفشتني دبانه لاصق لي لاصق لي داير وراي داير وراي شويه تخش معي في التوق. خير ايش عندك؟ خير يا طير. طب مو خلصت؟ اخذت حاجاتك؟ نعم. خلصت التليفون؟ نعم. يعني يعني مع السلامه. اوفا كده ما تعجبني كده بتطردني مع اني دافع لك فلوسك. اقول لك خلصني وريحني. هات فلوس جريده عندك. هات فلوس هات الفلوس. بعد ما قريتها وكرمشتها كرمشتها هذه هي الجريده مصبوط اخذ حلاوه. هاي هات الفلوس. اللهم اني صايم. بشر. خلاص هذا المفتاح وهذه السيارة الجديدة حبيبي. هذه هذه والله يا سلام ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ايش رايك بس اخر حلاوة والله ما شاء الله تبارك الله. سلام صغيرة وحلوة خفيفة اخر حلاوة ما شاء الله تبارك الله. بس يا اخي انا متضايق يا اخي. ليه؟ يعني السيارة حبيبتي هذه العفنة حقتي ارميها؟ ترميها ليه؟ انا اقول لك عندي راي. تاخذها وتوقفها بالمواقف حقت الشركة تمام؟ وهذه الصغيرة الحبوبة نروح نقضي فيها مشاوير وبالمرة نوريها الحنان شكلها حتنبسط اخر انبساط. والله على فكرة اقولك صح يعني حلو ودي نوقفها كان في المواقف انا اكون ريح منها. صدق؟ سيارة اخر حلاوة ما شاء الله تبارك الله. في التلفزيون لا هي شكلها حلو باين عليها شكلها صغير. ابو حمدان جاري حبيبي بالاحضان ابو حمدان. الله 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 الله, الله, الله. ايش هذه الحنيه يا شعبان وايش النطه الحنونه هذه وايش الحركات دي؟ ما انا تو قايل لك تعال معي عند المدير قلت لي لا في الحاجات دي انا ما اعرف لا جار ولا صاحب ايش الحكايه يا راجل. لا تاخذ في بالك مزوح وتروح. مبروك ليه قلت لي ليه؟ لاني فرحان لك كثير كثير. وليه يا اخوي فرحان؟ اصلي قريت القرار. مبروك مبروك المنصب الجديد والسياره الجديده. يعني ما انت زعلان ولا متضايق ولا زعلان متضايق؟ انا حطير من الفرح يا راجل. 10 سنين اخدم في الشركه هذه وفي يوم وليله يجي واحد زيك يصير مديري ورئيس على القسم كله. يعني ما انت عارف ليه يعني؟ عشان انسان انا اخاف الله في عملي وعندي ضمير. المهم المهم فين رايح؟ تجي نروح بسيارتك الجديده ولا ما تبغى تطلعني عشان سيارتك يعني جديده؟ نسيت يوم ما كنت اطلعك بسيارتي ولا عشان دحين صرت مديري؟ الله لا يغير علينا. لا ان شاء الله الله ما يغير علينا. وبعدين احنا لا تنسى جيران كمان. وابشر ابشر نروح بس ابغاك توديني عند واحد جزار يكون تمام. ابغى اشتري لحم ابغى اشتري كلاوي ابغى اشتري كبد. شعبان شكلك كده زعلان. الزعل حصل وخلاص كمل بس كمل. وانا اصلا اخذت مكافأة لاني جبت 50,000 هذه اللي كانت تعتبر دين معدوم للشركة. يا سلام ومكافأة كمان؟ ايش الهنا اللي انا فيه هذا؟ يا قلبي انا اللي استاهل انا اللي استاهل انا اللي جبتك وخليتك تمسك المنصب هذا. شوف انا فرحان لك كثير. شوف ابتسامتي باين باين باين. شايف شعبان شايف وجهك منفوخ مع الفرح خير ايش فيه؟ عشان اخوك صار مديري. المهم المهم لا نتاخر وخلينا نروح نلحق قبل الفطور ونجيب العازات هذه ونخلص شغلاتنا. يلا يلا نمشي بس يلا يلا, 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 يلا فك الباب.
يا الله الزحمة. هات هات الفلوس، هات انا خش اشتري. فرحان اصبر شويه اصبر شويه، الحين تخف الزحمه. اصبر اصبر يا ابوي اصبر، احنا لنا ساعه والزحمه زي ما هي ما خلصت. المغرب قرب يعني، الواحد اذا ما داقر يسوي مشاكل ما يلحق ياخذ حاجه. يا شعبان صبرك بالله صبرك بالله، ما هم كل العالم هذول حياخذوا زينا زيهم. وبعدين يا اخي رمضان ما هو اكل وبس، وفي جزارين غيره. لا يا ابوي هذا احسن جزار في السوق. هي دعايه يعني وخلاص دعايه. نروح جزار عامل اللي هنا هو اللي عامل اللي هنا. نروح جزار غيره. خلاص خلاص هي خفت الزحمه خفت الزحمه. يلا 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 امشي امشي يلا. خش يا ولد جيب لي الطلب من جوا بسرعه. السلام عليكم. نعم مرحبا، اوامر يا حبيبي انت وياه. ما يمر عليك ظالم، بس نبغى كيلو لحم، كيلو لحم بس تكون اللحمة حمراء. ايوه. وانت يا شعبان ابو حمدان ايش تبغى؟ ابو حمدان انت اللي حتدفع. ابو حمدان ايوه انا ادفع من عيوني. ابشر وانت سبب الوظيفه هذه والمكافاه هذه خلصنا منك له. الفطور قرب وانت قاعد ما ادري ايه وسوى الوظيفه ما له علاقه. انا يا حبيبي خلاص خلاص اباك تعمل لي 3 كيلو لحم وتقطعها اوصال اوصال وتحطها باكياس لحم بدون عظم، عارف ولا لا؟ بدون عظم. والباقي تعمله مفروم. ليه؟ قلت لي ليه؟ علشان السمبوسه. ليه يا شيخ؟ كمان تبغى اطبخ لك اياه؟